في صورة قدامكم باينة دلوقتي؟ تمام يا دكتور. اوكي هرجع بسرعة على ملخص كده للمحاضرة بتاعت امبارح وبعدين نكمل على طول بعدها. اتكلمنا امبارح عن المواصفات، اهم حاجة اتكلمنا فيها امبارح اللي هو الكاركترستيك بتاعت الليد واللاج كومبنسيتورز، واتكلمنا كمان على ايه اللي احيانا بيبقى مطلوب فيه الديزاين بتاع الكنترولر عشان تحقق بيه مواصفات معينه سواء في الستيد ستيت او في الترانزنت ريسبونس. وقلنا ان من اهم الحاجات ان يبقى لازم السيستم بتاعك ستيبل وفي درجه عاليه من الروبستنس اللي هي بتتقاس ب الريلاتيف ستابيليتي سواء بالفيز مارجن او بالجين مارجن. وقلنا هنركز اساسا الدراسه بتاعتنا على نوعيه معينه من الكومبنسيتورز اللي هي السيريز كومبنسيتورز او الكاسكيد كومبنسيتورز اللي هي بتتحط ان سيريز مع البلانت. يعني الرسمه اللي قدامك دلوقتي بتقول لك والله في عندي كاسكيد كومبنسيتور اللي هو له جين معين كي سي ومتوصل على البلانت اللي ليها ترانسفير فانكشن جي بي اوف اس، والسيستم دوت عباره عن كلوز لوب سيستم، في عندك فيدباك لوب فيها اللي هي الاتش اوف اس. وقلنا هنركز كمان حتى في السيريز كومبنسيتورز او الكاسكيد كومبنسيتور هنركز على ثلاث انواع. اول نوع اللي هو الجين الكونستانت جين بس، الكومبنسيتور عباره عن جين يتحط ان سيريز مع البلانت شوف تاثيره بيعمل ايه. وبعدين هنتكلم على الليد كومبنسيتور وهنتكلم على اللاج كومبنسيتور. فالرسمه اللي قدامك بتقول لك والله ان انا في موجود عندي كومبنسيتور من النوعيه الاولانيه اللي هو الجين، عايزين نشوف زياده الجين دوت بتعمل ايه في الستيدي ستيت ايرور او تعمل ايه في السبيد اوف ريسبونس وبتاثر ازاي على الاستابيليتي بتاعه السيستم دوت. ف حطينا هنا هو اكزامبل، او انا عرضت المحاضره اللي فاتت عرضت اكزامبل من عندي وعرضت كمان هذا الاكزامبل مره ثانيه، فهنتكلم على الحاجه اللي موجوده في السلايدز دلوقتي اللي هو الاكزامبل اللي قدامك دوت. الاكزامبل اللي قدامك بيقول لك دي البلانت ترانسفير فانكشن جي بي اوف اس عباره عن 50 على اس بلس 0.2 و اس سكوير زائد 2 5 اس زائد 25. دي بلانت من التايب بتاعها تايب 0 لان ما فيش عندي اس ان هوت في المقام، وفي عندي اس يبقى اس تو ذا باور 0 يبقى ده تايب 0، وبالتالي بيبقى ليها بوزيشن ايرور كوفيشنت اللي هو الكي بي، والكي بي عباره عن الجين بتاع الترانسفير فانكشن ديت. والجين زي ما قلنا بنتفق مع بعض ان بحط الترانسفير فانكشن ديت في الستاندرد فورم او في الاستامبا اللي هي متفقين مع بعض عليها اللي تبقى 1 زائد اس تي، او السكند اوردر فانكشن اللي هي تبقى اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير، وطبعا فوق في البص بيبقى فيه اوميجا ان سكوير. فانا شايف تحت ان هو في سكند اوردر اهوت الاوميجا ان سكوير ب 25، فال 50 دي هقسمها الى 25 في 2 يبقى 25 اللي موجوده فوق مع المقام دوت تكون السكند اوردر خلاص. وتفضل الاثنين وعندي هنا 0.2 اطلعها بره مشترك تبقى 1 زائد اس على 5 يبقى ده 1 زائد اس تي، ويبقى 0.2 مع الاثنين اللي فوق تديني 10 يبقى الجين بتاع البلانت دوت بيساوي 10. الجين بتاع البلانت بيساوي 10 معناه ان البوزيشن ايرور كوفيشنت اللي هو الكي بي بيساوي 10. في الحاله دوت الايرور بتاعك بيبقى 1 على 1 زائد كي بي، ولو عايزه بيرسنت بتضربه في المية وبتطلع نتيجه حوالي 9.1%. فالسيستم الاصلي اللي موجود قدامك دلوقتي له ستيت ستيت ايرور 9.1%. فالديزاينر عايز يقول والله ان النسبه دي عاليه وانا عايز اقلل هذا الايرور، عايز اقلله مثلا لتلت، فهيضطر ان هو يجي يحط ان هو يرفع الجين دوت، يرفع الجين اللي هو اللي كان 2 مقسوم على 0.2 اللي هو كان 10 يرفعه بقيمه اعلى شويه فيضربه في 3. فلما ضرب حط الكي سي ب 3 واخد بالك وضرب في الجين 30 بيطلع انها
واحد على واحد زائد 30 يعني واحد على 31 وتطلع نتيجة 3.2%. فهو قلل السيل ستيت ايرور من 9.1 إلى 3.2%. ده جاز يكون بالنسبة له كويس، هو محتاج حاجة زي كده. فيبقى أول حاجة زيادة الجين كي سي اللي هو إن سيريز أو إن كاسكيد مع البلانت بيقلل السيل ستيت ايرور. لما رسم البول دياجرام بتاع السيستم الاصلي قبل ما يحط الكي سي بتلاتة، فهو هو عباره عن البول دياجرام اللي موجود عندك باللون الاحمر دوت، واخد بالك؟ البول دياجرام اللي باللون الاحمر تايب زيرو زي ما قلنا السيستم بتاعك، فيبتدي بزيرو سلوب، وبعدين في عندك سلوب ناقص واحد يبتدي من الفريكونسي اللي هو كان موجود عندك الفريكونسي اللي هو اللي اس بلس 0.2 تبقى 1 زائد اس على 5، واخد بالك؟ او اللي هي 1 على تي تبقى 5 يعني. وبعدين بيكمل انا اسف اللي بيتكلم عن اس بلس تي تبقى 0.2 في الحاله دي، فينزل باسلوب ناقص 1، وبعدين لغايه ما يروح عند الفريكونسي اللي هو بتاع الاوميجا ان سكوير اللي هو الاوميجا ان ب 5، فيبتدي ينزل كمان بناقص 3. فالكيرف بتاعك دوت عباره عن زيرو سلوب وبعدين ناقص 1 وبعدين ناقص 3. فده الكيرف الاصلي قبل ما يزود الكي سي. وبعدين لما تيجي على الكيرف الاصلي دوت تقاطعه مع الزيرو ديسيبل اللي هوت، واخد بالك؟ اللي هو الجين بواحد يعني، بيديك الفريكونسي. لما انزل عند الفريكونسي ده تحت دوت ومحدد قيمه الايه الفيز مارجن اللي هي فوق ال 180 درجه، فتطلع الفيز مارجن في الحاله ديت 55 درجه. هل ضروري ارسم الكيرف دوت واحصل على النتيجه دي من الكيرف؟ لا، مجرد ان انا عارف الاوميجا اللي اتقطع عندها بعوضها في الانجل بتاعه الفانكشن ديت. الانجل ديت عباره عن طبعا الباست له زيرو انجل، المقام هنا هيبقى ناقص 10 ماينس 1 اوميجا على 0.2، وتجيب الريال والايمجن بتاع الجزء بتاع السكند اوردر دوت وتبقى ناقص 10 ماينس 1 الايمجن على الريال، فيديك الانجل. فلما تعوض بالانجل تطلع لك الانجل مثلا حوالي ال 125 درجه ولا حاجه اللي هي الانجل ديت عند الخط دوت. وبعدين بقيه ال 180 درجه هو عباره عن الفيز مارجن بتاعك، بتجمع على ناقص 125 بتجمع عليها 180، يديك ان الفيز مارجن 55 درجه. يبقى السيستم الاصلي قبل ما ازود الكي او ازود الكي سي، واخد بالك؟ كان ستيبل، مديني فيز مارجن 55 درجه، 55 درجه ده فيز مارجن كويس قوي، واخد بالك؟ يعني يقابل دايما في السيستم بتاعتنا في السكند اوردر سيستم بالذات، تلاقي ان العلاقه ما بين الزيتا اللي هو الدامينج كوفيشنت والفيز مارجن ان في علاقه تقريبا ستريت لاين على رينج معين، يعني تقريبا تقول ان الزيتا بتساوي الفيز مارجن على 100. فيبقى الزيتا بتاعتك تقريبا حوالي 0.5 او 0.55. فالدم موجود عندك كويس قوي والسيستم ستيبل وروبست. طيب لما يرفع الجين بثلاثة، هل ضروري اروح ارفع كل الكيرف بتاعي بثلاثة زي ما قلت في المحاضرة امبارح؟ لا، انت مجرد بس تشوف كده الثلاثة ديت 20 لوك ثلاثة بكام؟ 20 لوك ثلاثة ب 10 ديسيبل، يبقى ابص تحت الزيرو ديسيبل ده ناقص 10، يبقى النقطة دي هتتنقل إلى الزيرو فوق، يبقى دي هي التقاطع مع اليونتي جين، ويبقى الفريكونسي بتاعك اتغير واصبح في عندك فيز انجل جديده عوض بالفريكونسي ده في الفانكشن اللي فيها بتاعت الانجل. يعني الانجل مش هتتغير لان الكي سي دوت عباره عن ريال، مش هيضيف انجل ابدا، فالانجل ده مش هتتغير. فلما اعوض بالاوميجا الجديده دوت هم اجيب الفيز الجديد ويطلع مثلا ايه ناقص 190، ناقص 190 وانا عندي اجمع عليه زائد 180، يبقى عندي فيز مارجن بالنيجاتيف ناقص 10، يبقى السيستم اصبح انستيبل. يبقى زياده الجين في اول خطوه ان هوت قللت لي الستيدي ستيت ايرور، ده شيء كويس، شيء مطلوب. وزياده الجين في نفس الوقت كمان خلت السيستم بتاعي انستيبل، ده شيء غير مرغوب فيه، واخد بالك؟ يبقى السيستم بتاعي اصبح انستيبل في الحاله ديت، او على الاقل لو كان حتى لو فضل ستيبل ولا حاجه في امثله ثانيه ولا حاجه، ممكن يكون مثلا الفيز مارجن يبقى اقل،
يبقى الروبستنس بتاعته اقل، واخد بالك؟ يبقى عايزين نحسن هذا الكلام. طيب هاو اباوت السبيد، السبيد بتاعت الريسبونس اقيسها ازاي؟ تقيسها من هنا اهوت، انك تبص على البول دايجرام بتاعك. قلنا زي ما قلنا زي ما اتفقت معاك في المحاضره بتاعت امبارح، قلت لك الباند ويث تعتمد على الكروس اوفر فريكونسي اللي موجود هنا. الباند ويث بتاعك بيتراوح من اوميجا سي و2 اوميجا سي، يعني من الكروس اوفر فريكونسي او الدبل بتاعه او الدبل واقع ما بين الاثنين. فكل ما تزيد الاوميجا سي يبقى الباند ويث بتاعك بيزيد. في الحاله الاولانيه لما كان ما فيش كي سي او الكي سي بتاعتي بواحد اللي هو الكيرف الاحمر، كان التقاطع ان هو عند اوميجا معينه مثلا حوالي 2 او 2 ونص ريديان بالسكند. لما زودت الكي سي ب 3 اصبح التقاطع تقريبا عند 5 او 6 ريديان بالسكند. فالاوميجا سي بتاعتي زادت، بالتالي الباند ويث زاد. زياده الباند ويث على طول تعني ان السبيد اوف ريسبونس بقت احسن، ان الريسبونس بتاعك يبقى سريع والرايز تايم بتاعك هيبقى اقل. فيبقى استنتج من الكلام ده كده ان زياده الكي سي او اضافه كي سي الى البلانت قللت لي الستيدي ستيت ايرور، خلت السبيد اوف ريسبونس افضل، لكن في نفس الوقت في تخوف او في بالنسبه للاكزامبل اللي قدامك دوت، خلت السيستم بتاعك يبقى انستيبل، خلي السيستم انستيبل. طيب حل المشكله دي ازاي؟ قبل ما نحل المشكله تعال نبص كده على زي ما رسمنا البوت دايجرام، نبص على النايكس تو بلوت. الكيرف الاحمر دوت عباره عن نايكس تو بلوت لما كان السيستم من غير الكومبنسيتور الكي سي بتاعته كانت بواحد، والكيرف الازرق لما الكي سي انضافت بقت بثلاثه. فهتلاقي ان نقطه التقاطع مع الريال اكسس اللي هي الخط دوت ان هوت عند حوالي مثلا 0.4 الناقص واحد بره. السيستم الاصلي قبل ما زود الكي سي كان ستيبل لان الناقص واحد بره ما بيلفش حواليها، بينما لما زودت الكي سي اصبحت نقطه التقاطع تقريبا بعد الناقص واحد بشويه، مثلا 1.1 مثلا او 1.15 ولا اي حاجه زي كده، واخد بالك؟ فالناقص واحد انكلودد جوه، يبقى هيبتدي يلف حوالين الناقص واحد ويبقى السيستم بتاعي انستيبل. فده يوضح برضو الاستابيليتي باستعمال النايكس بتاعك. طيب المعيار عندي هنا ايه؟ ان عندي ال 180 درجه بشوف التقاطع هنا قد ايه؟ هنا يطلع 0.4 تقريبا، يبقى الجين مارجن 1 على ال 0.4 يبقى 2.5، او لو عايزه بالديسيبل يبقى 20 لوج ال 2.5 اللي هو حوالي 8 ديسيبل. عند ال 1.1 لا، يبقى الجين مارجن اقل، واخد بالك؟ وبالتالي بالديسيبل هيبقى بالنيجاتيف ويبقى السيستم انستيبل. يبقى زياده الكي سي باينه انها بتاثر على الاستابيليتي نيجاتيفلي، سواء عن طريق البوت دايجرام او عن طريق النايكس دايجرام اللي موجود قدامك دوت. طيب ليه انا عرضت النايكس دايجرام؟ لان اضافه الكومبنسيتور من نوع الليد او اللاج المفروض ان هو انا عايز ازود الكي سي اخليها 3 عشان تحسن لي في السي ستيت ايرور، وعشان تحسن لي في السبيد اوف ريسبونس، لكن عايز يبقى السيستم ستيبل، يبقى اقدر اجيب النقطه ديت تتقاطع قبلها بشويه، واخد بالك؟ عن طريق ان انا اغير في الانجل. ازاي الكلام دوت؟ اهو ادي السيركل ديت بتقول لك ان الجين بتاعك او الجين بتاع الجي الجي اتش يعني او الاوبن لوب بواحد، كل ده الريديوس بتاعها بواحد. تتقاطع ان هوت عند النقطه الفوقانيه ديت، ده الكيرف الازرق ده اللي هو الكي سي بثلاثه. تقطع النقطة الفوقانية ديت، ولما اخد من الاوريجن للنقطة ديت تديني الزاوية اللي هي ناقص 190 درجة. يبقى الواحد حصلت عندي ناقص 190 درجة، قبل عند ال 180 كانت أكتر من الواحد. وأنت عارف إن الماجنتيود بتقل معايا مع زيادة الفريكونسي، واخد بالك؟ لغاية ما توصل لزيرو ماجنتيود النقطة عند الانفينيتي. طيب الفيزلي وظيفته إيه؟ إن هو يجي عند الواحد ديت، أدي السيركل اللي هي الواحد ديت، يخلي التقاطع مع الواحد يحصل عند انجل مختلفه، يحصل عند انجل اقل من ال 180.
فيبقى بياخد الكيرف دوت، هتلاقي ان في عندك كيرف هنا خفيف شويه عليه الاسهم، السهم هو هنا في سهم، وبعدين بينزل الكيرف بالطريقه دي كده ويرجع تاني يكمل، يرجع تاني ان هو يكمل اهو يطلع لفوق، وبعدين يروح للزيرو. فياخد الكيرف ده يغير في الانجل بتاعته بحيث يخلي التقاطع يحصل عند قبل الناقص واحد، عن طريق ان هو يغير في الانجل، عن طريق ان هو بيضيف انجل للسيستم بتاعك الاصلي. طيب يبان الكلام دوت برضو في البوت دايجرام، البوت دايجرام بهذا الشكل، واخد بالك السيستم الاصلي اللي هو الازرق اللي هو بالكي سي بتساوي واحد، الناس ده بالكي سي بيساوي ثلاثة، ده اللي بالكي سي بيساوي ثلاثة الكيرف الازرق دوت، واخد بالك. فلما اجي اخد الليد كومبنسيتور، طيب خلينا انا هكمل الحته دي وارجع تاني بسرعه كده اراجع معاك الليد كومبنسيتور اللي كنا بنتكلم عنه. لما اخد الليد كومبنسيتور، انا عارف الليد كومبنسيتور بيبقى ومعاه امبليفاير بيبقى شغال على يونيتي جين، وبعدين يطلع بسلوب زائد واحد، وبعدين يرجع تاني بسلوب زيرو. فالليد كومبنسيتور لا معلش اللي فتح الميكروفون بتاعه يقفله. الليد كومبنسيتور بياد سلوب زائد واحد يعني هوت، ويرجع تاني لزيرو سلوب. فلما ياد سلوب زائد واحد على هنا كان زيرو سلوب، وبعدين ناقص واحد، وبعدين ناقص ثلاثة، فلما بياد هنا زيرو سلوب فبيغير في السلوب بتاع المنطقة ديت، فبيجي نوع تقطع بسلوب أقل، وبيشفت النقطة التقاطع بتاعتي من النقطة دي إلى النقطة اللي بعدها. فالكيرف الخط الاحمر او البوت ديجرام اللي هو باللون الاحمر ده، البوت ديجرام شامل السيستم الاصلي زائد الليد كومبنسيتور، وكمان الليد كومبنسيتور بيضيف انجل بالبوزيتيف، بيضيف الانجل دي بالبوزيتيف، ولو ماكسيمم فاليو للانجل اتفقنا او اتكلمنا عنها قبل كده، واخد بالك، وهتكلم عنها تاني بعد شويه. طيب يبقى بيضيف الانجل بالبوزيتيف، يبقى الكيرف الازرق ده بيمثل الانجل بتاع السيستم الاصلي، لما اضيف عليها الانجل بتاعت الليد تمديني الكيرف الاحمر. يوم تبص تلاقي عندي نقطه التقاطع الجديده بتاعت السيستم الجديد بالليد كومبنسيتور اللي هي الخط الاحمر دوت، هي عندي فريكونسي اهوت يديني انجل حوالي ناقص 150 او ناقص 160 على حسب القيمه اللي موجوده عندك، والباقي ده كله بقيه ال 180 يبقى فيز مارجن. يبقى حول السيستم بتاعي من انستيبل سيستم الى ستيبل سيستم، وما اصبح معاه فيز مارجن كمان. هو هنا فرض شكل الفيز ليد كومبنسيتور، ما عملوش ديزاين، او عمله ديزاين عنده هو، لكن لما في الاكزامبل المعروض قدامك انا بقول لك والله ده شكل ليد كومبنسيتور اهو، يشمل على الجين اللي هو الكي سي اللي هو الثلاثه، ويشمل على الفانكشن في البسط وفانكشن في المقام. طيب اعرف منين ان هو ليد كومبنسيتور؟ ان دايما البسط دوت الانجل بتاعته اعلى من المقام، يبقى عند اي اوميجا هتلاقي 0.6 اوميجا على 1 ده يديني التان ماينس 1 بتاع الزاويه بتاعت البسط، وتحت هنا 0.017 على اوميجا على 1 يديني التان ماينس 1 بتاع المقام. فالانجل بتاع البسط اعلى من الانجل بتاع المقام، وبالتالي لما اطرح الاثنين من بعض طلع لي انجل بالبسط، وجود الانجل اللي موجود عندك هنا في الكيرف دوت بالازرق. الانجل دي بتنضاف على الانجل بتاعت السيستم زي ما شايفين ان هو في الكيرف الكيرفين اللي تحت دول. فلما تنضاف على الانجل دي على الكيرف بتاع السيستم تتغير في شكل البولر بلوت بتاعي او النايكس بلوت بتاعي، تجيبه بدل ما يوصل عند ال 180 هنا عند اكثر من واحد، لا يوصل عند 180 عند قيمه اقل من الواحد، فيستابلايز السيستم في الحاله ديت، يعمل ستابلايزيشن للسيستم بتاعي. يبقى اضافه الليد كومبنسيتور بالصوره اللي قدامك ديت بالشكل اللي قدامك دوت، واخد بالك، خلى ان يبقى في عندي فيز مارجن مثلا بكميه كويسه جدا حوالي 70 درجه ولا حاجه، والجين مارجن بتاعك بقى حوالي 15 ديسم. الجين مارجن بالمناسبه هو التقاطع عند 180 درجه، لو اخد 180 درجه تحت اهوت 180 درجه واطلع فوق
وما اجيب الجين مارجن بتاعي يطلع قد ايه. فالجين مارجن بتاعك بقى مثلا ايه 15 ديسيبل، بينما الفيز مارجن حوالي 70 درجه، والكروس اوفر فريكوانسي اصبح عند 9.9. يبقى اضافه الليد كومبنسيتور ومعاه الكي سي، رفعت الجين بتاعه الكي سي دوت، اولا حقق لي السيدي ستيت ايرور بتاعي بقى قليل لان الكي سي موجوده. ثانيا خلى الكروس اوفر فريكوانسي بعد الجديده بعد القديمه اصبح الباند ويث بتاعك اعلى، الريسبونس بتاع السيستم برضو سريع، وكمان في نفس الوقت استابلايزد السيستم بدل ما كان انستيبل او الفيز مارجن بتاعه مثلا كان قليل ولا حاجه، لا رفع الفيز مارجن بتاعه واصبح الريلاتيف ستابيليتي احسن. يبقى المطلوب مني ايه دلوقتي؟ ازاي اعمل ديزاين للشكل دوت بتاع الجي سي للكومبنسيتور دوت، ازاي اعمل ديزاين للكومبنسيتور؟ فارجعك تاني بسرعه كده دوت وافكرك الكومبنسيتور ده كان بيتكون ازاي. الترانسفير فانكشن بتاعت الكومبنسيتور هي عباره عن الالفا 1 زائد تي اس على 1 بالفا تي اس، وبضيف معاه الكي سي اللي هو شامل الامبليفاير جين اللي هو سميته الواحد، اديته الفاليو 1 على الفا لو انا مش عايز كي سي بقيمه معينه، يعني عايز الكي سي بتاعتي بواحد، واخد بالك؟ لكن ممكن قوي يبقى اعلى من كده ويرفع لي الكيرف بتاعي عشان يحسن لي السي سي كيرف بتاعي. وقلنا بيجي الزيرو الاول قبل البول، لما كنا بنرسم الاس في الاس بلين زيرو قبل البول، وبيدي ماكسيمم انجل، بيدي ماكسيمم انجل عباره عن ساين ماينس 1 واحد ناقص الفا على واحد زائد الفا، الساين بتاع الانجل ديت واحد ناقص الفا على واحد زائد الفا، اللي هو ساين سيتا ماكسيمم واحد ناقص الفا على واحد زائد الفا. وعندي النقطه التقاطع الجديده او الماكسيمم انجل اللي بتحصل عندي فريكونسي اللي هو الجيومتريك مين بتاع التايم كونستنت الاولاني والتايم كونستنت الثاني، اللي هو يبقى واحد على تي، واحد على تي، واحد على الفا تي، الاثنين مضروبين في بعض تحت السكوير روت او السكوير روت بتاع البول والزيرو. فيديني الاوميجا اللي هيحصل عندها الماكسيمم انجل او الفيز ليد بتاعي. وكمان بيبقى الجين بتاعه ساعتها هو جذر الفا، جذر الفا او النص الفا بالديسيبل، جذر الفا او نص الفا بالديسيبل، يعني باخد 20 لوج جذر الفا ثم يديني نص 20 لوج الفا، 20 لوج الفا هو ده المسمى هنا الفا بالديسيبل. طيب يبقى فكرتك بسرعه كده عن المواصفات بتاعه الليد كومبنسيتور، ازاي اعمل ديزاين للليد كومبنسيتور؟ ادي شكل قبل ما نكمل الحاجه بتاعتنا اهو، ده شكل الليد كومبنسيتور، ده البوت دياجرام بتاعه، بيجي عند الزيرو يطلع بسلوب زائد واحد، وعند البول يرجع للسلوب تاني مره بزيرو، وعند نقطه معينه هنا هو عند اوميجا معينه اللي هي السكوير الجيومتريك مين بتاع الزيرو والبول او واحد على تي وواحد على الفا تي، يديني الماكسيمم فيز اللي ممكن احصل عليه. وزي ما قلت لك الالفا المينيمم فاليو بتاعتها حوالي 7%، واخد بالك؟ فيبقى عارف علاقه ساين سيتا ماكسيمم بالكلام دوت، وعارف انها بتضيف قد كده دوت، بتضيف نص الفا بالديسيبل على الجين بتاعي، ومقدر احدد الاوميجا اللي هيحصل عندها او المكان اللي هيحصل عنده الكروس اوفر الجديد وهكذا. طيب ودي شكل السيركت، لما قلت لك لما يجيب ترانسفير فانكشن بيطلع لك هذا الكلام. اوكي، وده مره ثانيه اقول نفس الكلام، ان الاوميجا اللي بيحصل عندها ماكسيمم ليد هي واحد على تي في جذر الفا او الجيومتريك مين بتاع البول والزيروز، والبول والزيرو بيبقوا موجودين، الزيرو بيحصل الاول وبعديه البول. طيب ازاي بعمل ديزاين للفيز ليد كومبنسيتور؟ دي الخطوات ديت او الديزاين بتاعك بيتم في 6 خطوات. اول خطوه ان انت تحدد مدار الجين الكي سي اللي انت عايز تضيفه عشان تحصل على ستيدي ستيت ايرور المطلوب منك. يعني افرض مثلا الفانكشن الجين بتاعها ب 10، وانا بقول لك والله انا عايز الستيدي ستيت ايرور بتاعي يبقى 2% او اقل، يبقى لازم ارفع الجين بتاعي ل 50 عشان ده لو كان مثلا التايب بتاع الفانكشن زيرو تايب. يبقى واحد على الجين زائد واحد مثلا يديني 2% او اقل من 2%. طيب
فيبقى الجين ابو 10 دوت اخليه 50، يبقى حددت الكي سي بتاعتي انها رفعتها ب 5، ضربت الجين 10 ب 5 يبقى حددت الكي سي. وبعد ما يبقى في الديزاين بيبقى مطلوب ان انت تحدد الكي سي، تحدد التي اللي هو موقع الزيرو، وتحدد الالفا اللي هو المسافه ما بين او العلاقه ما بين البول والزيرو، او قد ايه البول بيبعد عن الزيرو. واخد بالك؟ فزي ما قلت لك اول خطوه ان انت بتحدد اللوب جين اللي يديك السيسيت ايرور اللي مطلوب. تاني خطوه بالجين الجديد دوت، بالجين الجديد ارسم البوت بلوت. يبقى ما ترسمش البوت بلوت بالجين القديم، لا، بعد ما تحدد الجين اللي هيديك السيسيت ايرور اللي مطلوب ارسم البوت بلوت بتاعك. ده اللي هو في الاكزامبل اللي احنا كنا عرضناه من ايمي شويه، ده اللي هو كان موجود ان هو باللون الازرق. ده اللي كان هنا موجود باللون الازرق، يبقى اللي باللون الازرق بقول عليه انكومبنسيتد، لسه ما دخلتش الفيز ليد، لكن هو شامل الكي سي. لكن هو شامل الكي سي. بعد ما ترسم البوت بلوت حدد التقاطع مع الزيرو ديسيبل لاين بتاعك اللي هو الجين عندك بواحد من البوت بلوت اهوت، بتحدد الاوميجا بتاعتك قد ايه اللي هو الكروس اوفر فريكونسي يطلع قد ايه. فبرضو انا جاعك تاني الاكزامبل اللي احنا كنا بنتكلم عنه من ايه شويه، بتيجي سيادتك اهوت ادي الانكومبنسيتد، شوف بيتقاطع مع الزيرو ديسيبل عند اني نقطه، يبقى هي دي الكروس اوفر فريكوانسي بتاعك الاوميجا سي. وانس عرفت الاوميجا سي اعوض في شكل الايكويشن بتاعت الفيز، احدد الفيز بتاعي يطلع الفيز قد كده. يبقى عرفت الاوميجا سي، حددت قيمه الفيز اللي هو الخط الاحمر دوت، حددت الاوميجا سي، يبقى جبت الفيز بتاعي بقيمه معينه. طيب لما اجي بقيمه معينه ان هو للفيز، يبقى حددت الفيز انجل، ادور اشوف الفيز ليد مطلوب منه انجل قد ايه، عايز منه انجل قد ايه. فبيقول لي والله في المثال مثلا انا عايز الفيز مارجن مثلا 45 على الاقل، وانت لما حددت الفيز طلعت ان الفيز مارجن بتاعك 10، يبقى انت عايز الفيز ليد يديك الباقي، يبقى ال 45 يبقى الفيز مارجن. اكتب معايا المعادله ديت، ان الانجل بتاعت الفيز ليد اللي مطلوبه ريكوايرد ليد انجل هتساوي ايه؟ الفيز مارجن نيو ناقص الفيز مارجن اولد، واخد بالك؟ وتضيف كمان من عندك شويه درجات زياده من 5 الى 12 درجه، ويعني ما تستخسرش حط زياده، وهقول لك ليه. هقول لك ليه، السبب واضح. السبب واضح ليه؟ لان انت بتحسب الكلام دوت عند الاوميجا الكروس اوفر بتاع السيستم قبل ما احط الايه؟ الليد كومبنسيتور. اضافه الليد كومبنسيتور هتزحزح الاوميجا ديت اللي بعدها بشويه، اللي ساعتها الفيز بتاعك راح يتغير. فعشان كده انا بحط ال 5 12 دي، عشان عمليه الزحزحه بتاعت الاوميجا ديت هتأثر لي على الفيز، وبالتالي احافظ دايما على الفيز مارجن بتاعي. ده اول سبب. السبب التالي، واخد بالك، ان انا مش عايزك تمشي على الخطوات اللي موجوده ان هوت اللي فيها اتريشن. لا، يبقى من اول مره على طول بضيف من 5 الى 12، ولو ضفت مثلا درجات يعني في الرينج العالي شويه اللي هو 10 8 10 12 درجه ولا حاجه، يبقى انت هتضمن ان الحل بتاعك من اول مره يطلع سليم. يبقى بتضيف من 5 الى 12 درجه لحسابات الفيز انجل اللي هي بتاعه الليد كومبنسيتور اللي هو سيتا ماكسيمم. طيب عرفت السيتا ماكسيمم او عرفت الانجل اللي عايزها من الكومبنسيتور، واخد بالك، اعمل ايه؟ على طول ساين سيتا ماكسيمم يساوي 1 ناقص الفا على 1 زائد الفا، يبقى حددت الالفا، حددت البعد ما بين الزيرو والبول بتاع الفيز ليد كومبنسيتور. طب لما احدد البعد ما بين الزيرو والبول اشوف نص الفا بالديسيبل، نص الفا بالديسيبل بتحصل فين؟ عند اني اوميجا؟ ارجع تاني للبوت دايجرام بتاعي،
واشوف النص الفا بالنسبه ديت حصل عند اني اوميجا، ارجع على السيستم اللي هو اللي قبل ما احط الكومبوسيتو واشوف الالفا بالنسبه قد كده ونصها اخد القيمه بتاعتها، ثم بتحصل عند اوميجا جديده، يبقى ده الكروس اوفر الجديد اللي هو المفروض بالكومبوسيتور السيستم كله يعدي عليه. وعشان كده قلت لك زود من 5 ل 12 لان الكروس اوفر القديم انت حاسب عنده الفيز مارجن حقيقي صحيح، لكن بعد شويه لما تضيف الكومبوسيتور العمليه دي هتتزحزح ويبقى الاوميجا بعدها ناحيه اليمين. فانا بعوض الزحزحه ديت بال 5 ل 12 درجه. اجيب الاوميجا الجديده ازاي؟ الاوميجا سي الكروس اوفر الجديد ازاي؟ عن طريق ان انا احدد النقطه اللي عندها نص الفا بالديسيبل على الكيرف القديم، يبقى دي بتحدد لي الاوميجا سي. طيب انا عارف كمان ان الاوميجا سي ديت عارف ان الاوميجا سي او الريكوايرد بتساوي واحد على جذر الفا تاو، اللي هو جيومتريك مين بتاع واحد على تاو، واحد على الفا تاو تحت السكوير روت. يبقى عارف الالفا وعارف الاوميجا اقدر احدد التاو بتاعتي. خلاص يبقى اقدر احدد مكان الزيرو واقدر احدد مكان البول واقدر اكتب الترانسفير فانكشن بتاعت الكومبنسيتور بتاعي اللي هو واحد تاو اس على واحد الفا تاو اس، وعندي الكي سي وعندي الالفا، يبقى كونت الترانسفير فانكشن بتاعت الكومبنسيتور. اوقف عند النقطه دي كده واسال سؤال، في اي حد عايزني اشرح حاجه تاني او مش فاهم الكلام اللي احنا قلناه؟ طيب حيث ان مفيش اي سؤال نكمل. ناخد اكزامبل عشان برضو نشرح الامور ديت بطريقه اوضح. ناخد اكزامبل. الاكزامبل بيقول ايه؟ ان في عندك بلانت الترانسفير فانكشن بتاعتها واحد على اس اس زائد 2، ده تايب واحد لان الاس هنا تو ذا باور 1. ايه السبيسيفيكيشنز اللي مطلوبه فيها؟ مطلوب سبيسيفيكيشن في الستيدي ستيت، مطلوب سبيسيفيكيشن في الاستابيليتي. بيقول لك والله ان الستيدي ستيت ايرور اصغر من 5% فور رامب انبوت. ليش معنى رامب انبوت؟ لان ده هو التايب واحد، الرامب انبوت هيبقى هو اللي له ايرور. لو كان ستيب انبوت هنبقى دايما الايرور بتاعك بزيرو، لو كان برابولا كان هيطلع لك الايرور بتاعك بانفينيتي. فالرامب انبوت هو اللي له قيمه، فبيقول لك والله الرامب انبوت عايزه الايرور بتاعك اقل من 5%، وعايز كمان الفيز مارجن اكبر من 45 درجه، اكبر او يساوي، بالك مش هيخسر. لو كان بيساوي 45 درجه خير وبركه، اكتر من كده برضه يبقى احسن. طيب عشان اجيب ال 5% ديت الجين هنا بتاع السيستم الاصلي قد ايه؟ طلع الاثنين دي بره تبقى 1 على 1 زائد اس على 2، ده الستاندرد فورم، ويبقى في عندي 2 تحت. انا عايز الجين بتاعي يبقى 20، يبقى فوق لازم يبقى فيه 40، فوق يبقى فيه 40، 40 على الاثنين تدي ال 20، عشان 1 على ال 20 مثلا ال 20 دي تحدد الكي في الفلوسي ايرور كوفيشنت. لازم تروح تراجع الكلام ده كويس في الجزئيه اللي اديها لك الدكتور احمد يعود او الدكتور وليد. فيبقى الكي بتاعتي تبقى 40، عشان 40 مع الاثنين تدي ال 20 اللي هو تديني في الاخر ان الكي في بتاعتي ب 20، ويبقى 1 على الكي في يبقى 5%. يبقى انا عايز الكي بتاعتي تبقى 40 او اكتر لو انا عايزها 5% او اقل. طيب هاخد ال 40، يبقى حددت قيمه الكي بتاعتي 40، اخد الفانكشن بتاعتي ديت، يبقى انا هحط كي سي ان سيريز مع البلانت الجيم بتاعها ب 40. اروح ارسم البوت دياجرام بتاع السيستم دوت بال 40، ما ارسمش البوت دياجرام بالسيستم القديم، لا خلاص انسى ده، لكن اروح بالجين الجديد ارسمه، ارسم البوت دياجرام بتاعي. فلما ارسم البوت دياجرام بتاعي اهو ده الشكل بتاعه اهو كويس قوي. وادي الفيز كمان، طبعا مش محتاج انك ترسم الفيز، ممكن تعمله سكتش. الفيز بتاعك لما تعمل سكتش نوت يبتدي بناقص 90 درجه ويوصل لناقص 180، فيبقى ادي السكتش بتاعك بادئ من ناقص 90 عند زيرو، او يعني ناقص انفينيتي نوت على اللوج سكيل بتاعك زيرو ناقص 90 درجه، ويوصل الى ناقص 180 في الانفينيتي. وبعدين لما ارسم البوت دياجرام
هلاقي انه يقاطع الزيرو ديسيبل عن فريكوانسي معين، اخذ الفريكوانسي ده واعوض بيه في الانجل بتاع الفانكشن ديت اللي هي ناقص 90 ناقص 10 ماينس 1 اوميجا على 2، يطلع لي انا معرف الاوميجا اعوض بيه يطلع لي الانجل، طلع لي الانجل موجود عندي ان هو يقول لي والله لما تحسب الانجل هتلاقي ان اللي باقي على ال 180 اللي هو الفيز مارجن اللي موجود 18 درجه. سيستم ستيبل كويس مش وحش، بس الفيز مارجن بتاعك 18 درجه، هو عايزه ايه في السبيسيفيكيشن؟ عايزه 45 درجه، عايزه 45 درجه، ما يحققش السبيسيفيكيشن. دلوقتي حققنا الايرور اللي هو 5% لكن ما حققناش لسه الفيز مارجن ب 45 درجه. طب اجيب بقيه ال 45 درجه منين؟ اجيبها عن طريق الفيز ليد. طب الزاويه بتاعت الفيز ليد تبقى كام؟ الزاويه بتاعت الفيز ليد هو عمل ان هو 45 اللي هو الفيز مارجن المطلوب ناقص الفيز مارجن القديم طلعها وضاف عليها 3 درجات بس طلعها 30، ضاف عليها 3 درجات. انا قلت لك ايه؟ ضيف من 5 الى 12 وخليك في الرينج العالي شويه 10 8 10 12 واخبارك هتبقى في السيف سايد. هنشوف هو لما ضاف القيمه القليله دي ايه اللي حصل معاه. فلما حدد السيتا بتاعه الفيز ليد قال لك والله ساين الانجل ديت بيساوي 1 نص الفا على 1 زائد الفا، حسب الالفا طلعت 0.33، الالفا كويسه لانها اكبر من 7% اللي هو الحد الادنى للالفا. وبعدين نص الفا بالديسيبل تطلع 4.8 من 10 ديسيبل، جه هنا تحت الزيرو ديسيبل اخذ ال 4.8 من 10 قام حددت له الفريكوانسي اللي المفروض الكروس اوفر الجديد يحصل عنده الاوميجا كروس اوفر نيو. تطلع ان الاوميجا سي نيو هي 8.5 ريديان بير سكند. لما تروح عند 8.5 ريديان بير سكند وتنزل تحت كده على الفيز تلاقي ان الفيز بتاعك زاد شويه وان الفيز مارجن بتاعك بقى 13، ده هو زود 3 لكن هنا ناقص 5، يبقى العمليه برده مش متحققه. وعشان كده قلت لك زود من الاول من 5 الى 12 درجه، يبقى على طول من اول ستيب تتحقق، مش محتاج ان انت تعمل ايتريشن. يبقى هو جه هنا اهوت راح صلح تاني شال ال 13 وضاف 3 مره ثانيه، كان من الاول شال جمع 3 و3 6 كان ضاف 6 كان ممكن يجيب الحل على طول من اول خطوه. واخد بالك؟ لكن ده السكند ايتريشن دلوقتي. وراح عاد نفس الكلام ثاني حسب الالفا وحدد الجين انكريز قد ايه ورجع جاب الفيز بتاعه ووصل ان اوكي اصبح دلوقتي الفيز مارجن بتاعه متحقق. راح عندك الاوميجا سي نيو اللي هو حددها بقى اللي هي الفاينل اللي هي 8.7 واحد على تاو في جذر الفا، عارف الالفا وعارف الاوميجا جاب التاو. وراح كاتب على طول الفانكشن 1 زائد تاو اس على 1 زائد الفا تاو اس وادي الالفا اهي واخد بالك، وحط بقيه الامبليفاير بحيث حصل ضرب الاثنين دول يديك الكي سي اللي هي ال 40. اصبح الديزاين بتاعه كامل. بس ناقصه حاجة واحدة أنا دايما بطلبها منك لما تعمل الديزاين بتاعك، إن بعد ما أحدد الجي سي أروح أضربها في الجي بتاعت البلانت اللي كانت موجودة عندي الأصلية بقى واخد بالك، وأحدد عندي الأوميجا سي الجديدة اللي هي 8.7 أشوف الفيز يطلع قد إيه وأشوف الفيز مارجن متحقق 45 درجة ولا تعمل تشيك على الفيز مارجن الجديد. يبقى دايما تعمل النقطه بتاعت الشيك بدي عليها درجه، ان انت بتعمل تشيك على الفيز مارجن بدي عليها درجه، ما عملتهاش بنقص عليها درجه. واخد بالك؟ يبقى ده الخطوات بتاعت الديزاين بتاع الفيز ليد. طب الايفكت بتاعه ايه؟ الايفكت بتاع الفيز ليد ايه؟ هنبص كده مع بعض. ادي على البوت دياجرام ادي اللي بالازرق اللي بالاحمر انا اسف ده الفيز ليد بس بالجين اللي هو اللي كان ب 40 وبعدين بالازرق لما اضاف الفيز ليد نقل النقطه بتاعتك بتاعت الكروس اوفر فريكوانسي الاولد نقلها الى النيو وخلى الفيز مارجن وادي شكل الفيز بتاعك الجديد اهوت خلى الفيز مارجن بتاعك 47 درجه. يبقى ده على البوت دياجرام. طب في التايم دومين
ده لما كان الكي بتاعتك بواحد، لما ده لما اضاف الكي بس ب 40 لوحدها هيطلع اوسيلاتري بهذا المنظر، وبالك هيطلع اسرع هنا الرايز تايم اسرع وبالك، لكن الاوسيليشنز عاليه، لان كان لو انت فاكر كويس كان الفيز مارجن بتاعك مش عارف 18 درجه ولا بتاعه ولا اي حاجه كده، يعني الزيتا لما ريليت الفيز مارجن زي ما قلت لك للزيتا اللي هي اخد الفيز مارجن واقسمه على 100 يطلع تقريبا الزيتا حوالي 0.2 ولا حاجه، يبقى الزيتا قليله فيطلع فيه اوسيليشنز ويطلع الاوفر شوت عندك عالي. ودوت لما عمل الليد كومبنسيتور واخد بالك، فطلع برضو الرايز تايم بتاعك سريع الحمد لله زي ما هو، محافظ على الستيل ستيت ايرور بتاعك اللي هو 5%، وفي نفس الوقت على طول الاوفر شوت قليل، والفيز مارجن اللي انت طالبه اللي هو 45 درجه كحد ادنى متحقق وشغال عليه. فده الفرق في التايم ريسبونس، لان احيانا باجي اقول لك والله السيم للتايم ريسبونس من غير وبالجين لوحده وبالكومبنسيتور، يبقى انت فاهم الكومبنسيتور بيضيف ايه على التايم ريسبونس بتاعك. يبقى الجين لوحده هيحسن في السيل ستابيليتي هيخليه اسرع، يبقى ده اللي انا بدور عليه في الاجابه بتاعتك، ما بدورش على انك تعمل لي اي رسمه اي كلام فاضي، لا تبين لي ان ده السيستم الاصلي من غير كومبنسيتور او من غير جين يبقى سلاجش بطيء ويوصل للسيد ستيت، بس السيد ستيت ايرور بتاعه عالي شويه، وبينما لما يبقى معاه جين يبقى السيد ستيت هيبقى الرايز تايم اسرع، هيبقى ممكن يبقى معاه اوفر شوت لكن يبقى يوصل في الاخر الى السيد ستيت ايرور اقل، وبعدين لو معاه الكومبنسيتور هيحافظ على الرايز تايم زي ما هو بس الاوفر شوت ده يبقى اقل ويوصل برضه للسيد ستيت ايرور المطلوب منه. دي خطوات الديزاين بتاعت الليد. بالنسبه لللاج اتكلم على خلاص كده خلصنا ليد الديزاين بتاع ليد كومبنسيتور، برضو اسالته اوقف كده واسال حد عنده اي سؤال يا شباب. تمام يا دكتور. تمام اوكي خلاص بدل تمام الحمد لله. اما نتكلم على اللاج كومبنسيتور برضو اراجع معاك اللي احنا قلته في المحاضره بتاعت امبارح، اللاج كومبنسيتور بيبقى واحد زائد تاو اس على واحد زائد بيتا تاو اس، والبيتا دي اكبر من الواحد، فدايما الانجل بتاعت المقام اعلى من الانجل بتاعت البص، وعشان كده بيطلع نيجاتيف انجل، وعشان كده بيسميه لاج كومبنسيتور. والزيرو والبول، البول بيحصل الاول وبعدين يحصل ورا الزيرو، البول هو الاقرب للايماجينري اكسس، البيتا زي ما قلنا دايما اكبر من الواحد. طيب الانجل بتاع اللاج كومبنسيتور اللي هي يعني هو هنا مدي حاجه عايز اوضح حاجه، يعني عند اوميجا 10 مرات الزيرو، ده شكل اللاج كومبنسيتور اللي هو تاو، الزيرو بتاعك عند واحد على تاو، الزيرو عند واحد على تاو، فلو اخذت الاوميجا بتاعتي 10 على تاو يعني 10 مرات، يبقى ساعتها الانجل بتاعت اللاج قد ايه؟ خدت وخد هو البيتا هنا بفاليو معينه مثلا بتاعت او تعتمد على البيتا هيغير البيتا هنا، فجاب الانجل بتاعت البص اللي هي تبقى 10 تمام شوان مثلا 10، وجاب الانجل بتاعت ده المقام، والانجل بتاعت البص فين؟ الانجل بتاعت المقام نوت اللي هي بيتا تاو على واحد، والانجل بتاعت البص اللي هي تان هنا هو تان ماينس 1 تاو على اوميجا تاو، يعني اوميجا تاو هنا اوميجا تاو بيتا. طيب يبقى ادي الانجل بتاعتك تعتمد على القيمه بتاعت البيتا، فهو ترى يغير كده الفاليو بتاعت البيتا. واخد بالك؟ انا عايز اوضح حاجه معينه هو ان هو في الـ في الـ في, الـ في السلايد دي، او انا عايز اوضح حاجه معينه في السلايد دي. ايه الحاجه اللي انا عايز اوضحها؟ ان تعتمد على قيمه البيتا بتاعتك ديت، اللاج انجل اللي بيديها اللاج كومبنسيتور بتتغير، يعني عندي بيتا مثلا 2 او 5 او 50 واخد بالك، هتلاقي ان الانجل بتاعتك 2.8 من 10 4.5
خمسة وستة من عشرة، وقبلك الانجل بتبقى بهذه الصورة. فين فين الكلام ده بيحصل؟ عند الفريكوانسي لما عشر مرات الزيرو. وافتكر بقى المعلومة دي ان اللاج انجل بتبقى في حدود مثلا من 3 درجات الى 6 درجات، واخد بالك في الرينج على حسب قيمه البيتا، عند الرينج بتاع او عند الاوميجا 10 مرات من الزيرو، عشان هنستخدمها في الديزاين. استعمل المعلومه ديت في الديزاين. طيب نيجي نهوت على اللاج انجل، اللاج كومبوزيتور انا اسف، بيبقى له 0 ديسيبل، بعدين ينزل بسلوب ناقص واحد، وبعدين يرجع تاني زيرو ديسيبل. بيجي نوت عند البول بيحصل نيجاتيف واحد، وعند الزيرو يرجع تاني سلوب بزيرو ديسيبل. والانجل بتاعتك اهيت ان هو بيديك انجل بالنيجاتيف. الله، افتكر معايا اني لما بجيب ال 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 الفريكوين اللي عند فريكونسي 10 مرات الزيرو، واخد بالك، بلاقي ان الانجل تقريبا خمس درجات ولا بتاع اللي هو اللي بتاع بتاعت بتاعت اللاج ديت، حوالي خمس درجات مثلا عند البيتا ب 50 مثلا، واخد بالك. يبقى الاضافه بتاعت اللاج عند فريكونسي 10 مرات من الزيرو بتبقى قليله، في حدود الخمس درجات، ممكن اقل شويه ولا حاجه. يعني ايه 10 مرات؟ يعني 1 ديكيد اباف الزيرو، يبقى 1 ديكيد بعد الزيرو الكونتريبيوشن بتاعه اللاج تدي انجل حوالي ناقص 5 درجات او 5 درجات. امتى؟ لما يبقى عندي بيتا مثلا 50 درجه ولا حاجه، 50 قيمه البيتا 50. طيب يبقى المعلومه ديت في دماغنا كويس، ونتفرج على الشكل اللاج سيركت اهيت، وجبنا منها ترانسفير فانكشن، وقلنا البيتا اكبر من الواحد، وقلنا ان التاو اللي هي ار 2 و 2 في سيتا، مش مهم الكلام ده كله، لكن في الاخر خالص بتطلع ان ده شكل الترانسفير فانكشن بتاعتك اللي هي 1 زائد تاو اس على 1 زائد بيتا تاو اس. برضه في الديزاين بتاع اللاج كومبنسيتور بدور على الكي سي اللي هو الامبليفاير جين اللي هو هستعمله عشان احقق بيه الستيدي ستيت اور بتاعي او اللو فريكونسي جين اللي انا عايزه. ودور على التاو اللي هو عشان احط عنده الزيرو، التاو بتاعي بيحدد لي الزيرو، التاو ان هو بيحدد لي مكان الزيرو، واخد بالك. وبعدين بدور على البيتا اللي هي تحقق لي الحاجه اللي المكان البول مثلا ولا حاجه. طيب اوكي، الديزاين بيتم ازاي؟ اول حاجه ان انا بدور على اللوب جين زي الخطوات بتاعه الليد بالظبط، بدور على اللوب جين اللي يديني ستيدي ستيت ايرور معين. والخطوه الثانيه نفس الخطوه زي بتاعه الليد، ان انا ارسم البوت بلوت بالجين الجديد. وبعدين الخطوه الثالثه ان انا احسب الزيرو كروسنج فريكوانسي، احسب زيرو كروسنج فريكوانسي بتاعي، واخد بالك، يبقى واشوف السيستم بتاعي ده شكله قد ايه. الخطوه دي جايز مش هي اللي مكتوبه هنا، واخد بالك، مش هي اللي مكتوبه ديت، يعني هنشوفها في الاكزامبل، ان انا احسب زيرو كروسنج بتاع السيستم بالجين بس دوت، واشوف الفيز مارجن بتاعي قد ايه، واشوف الدنيا ماشيه ازاي، شوف السيستم ستيبل ولا ان ستيبل، فيز مارجن عالي ولا واطي، واخد بالك. طب انا عايز فيز مارجن معين، احدد الاوميجا اللي على الكير اللي هي تديني هذا الفيز مارجن، واجمع عليها من 5 الى 12 درجه. بالتالي من 5 الى 12 درجه دي اتفقنا عليها قبل كده بالنسبه لليد، وبرده بالنسبه للاج، لكن الامر اصبح واضح للاج ليه بضيف عليها من 5 الى 12 درجه، علشان عند الزيرو او فريكونسي 10 مرات الزيرو الاضافه بتاعت اللاج تقريبا حوالي 5 درجات، فانا بحاول اعوض الخمس درجات دول. وبعدين الخطوه اللي بعدها احسب الجين ريدكشن عشان نخلي الاوميجا سي دوت هو ده الجديده دي الفريكونسي الجديده هو ده زيرو كروسنج بتاعي، واحسب البيتا منها، ويبقى حددت التاو اللي هو واحد على التاو دوت هو 1 ديكيد
أو 1 أكتيف بلو النيو زيرو كروسنج فريكونسي. أخدته 1 ديكيد، أخدته 10 مرات وأخبالك من الأوميجا اللي حيصل عندها الزيرو دوت أو العشر، يعني أخدت الواحد أعتاه عشر الفريكونسي دوت أو نصه، يبقى من 1 ديكيد إلى 1 أكتيف وأخبالك. وبعدين أرجع حددت ال 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 التاو وحددت البيتا وعارف الكي سي، وما أقدر أكتب على طول ال التصفيات بتاعة اللاك. وبرضه زي ما عملنا في الليد، تعال ناخد نفس الإكزامبل، نفس الإكزامبل ده بس نعمله باللاك. دكتور أيوة اتفضل. ممكن خطوة ثلاثة تاني معلش؟ حاضر، نرجع الخطوات تاني بتاعة اللاك. حاضر، إيه اللي مطلوب في اللاك؟ إن أنا أحسب الكي سي. دكتور واحنا هناخد الليد واللاج ولا الليد بس؟ مين اللي بيتكلم؟ محمد. يعني سؤالك يعني ايه معناه؟ مش فاهم يعني. زي كنت في المحاضره اللي فاتت قلت لنا احنا هنستخدم الليد بس في الكونفرسيشن. لا انا ما قلتش كده ابدا. طب ممكن انا فهمت كده ابدا، مش مشكله عشان ما تعملش لخبطه لزمايلك كلهم بالطريقه دي كده. يبقى بالنسبة لي الليد، أنا أسف اللاك، ثلاثة برامترز بدور عليهم، الكي سي والتاو اللي هو اللي بيحدد لي الزيرو بتاع الفانكشن، والبيتا اللي هي بتحدد الجين عند الهاي فريكونسي اللي هو الجين ريدكشن، قد إيه الجين ريدكشن بتاعك ممكن يحصل. لأن ما تنساش إن ده وقبلك يعني عند الهاي فريكونسي عند الاس بما لا النهايه، اس بما لا النهايه هتلاقي ان التاو على بيتا تاو هو ده قيمه الفانكشن بتاعتك، تبقى تطلع واحد على بيتا، يبقى ده يديني ريدكشن في الجين، عشان كده سموه ده الهاي فريكونسي ريدكشن. اوكي، او هاي الجين عند الهاي فريكونسي بتاعك ريدكشن بتاع الجين. يبقى دول الثلاثة برامترز انت بتدور عليهم في الديزاين بتاع اللاك. الكيسي على طول زي ما قلنا اول خطوة بحددها من السيتي ستيت ايرور زيها زي الليد بالظبط. تاني خطوة ترسم البوت بلوت باستعمال السيتي ستيت الكيسي الجديدة، واخد بالك. وبعدين الريكوايرد زيرو كروسنج فريكونسي دوت قبل ما تروح له الاول بص كده على السيستم بتاعك، بص على السيستم بتاعك هل محقق الفيز مارجن المطلوب ومحقق بقيه الريكويرمنت بتاعتك. انت حققت على طول السيستم ايرور عن طريق ان انت نقيت الكي سي خلاص، لكن بعد السيستم قبل ما اضيف عليه اللاج هل محقق الفيز مارجن؟ كان محقق الفيز مارجن يبقى مش محتاج فيز لاج، لازم انك تحط فيز لاج وتقول لي كده، تقول لي لا السيستم مش محتاج فيز لاج لان الفيز مارجن متحقق، يبقى كل حكايه بحط كي سي بس عشان السي سيت ايرور، واخد بالك. لكن لقيته محتاج فيز لاج، يبقى ساعتها بعمل ديزاين بقى للفيز لاج بتاعي عن طريق ان انا اجيب الفريكونسي اوميجا سي داش اللي عنده الفيز مارجن زائد من 5 الى 12 درجه يتحقق. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني هاجي على الفيز بتاع السيستم بتاعي واشوف النقطة اللي عندها الفيز مارجن ده متحقق اللي هو مثلا 45 درجة، واجمع عليه من 5 ل 12، اجمع عليه 10 درجات، يبقى ادور على 55 درجة. يبقى محتاج فيز بتاعي ب 125 او ناقص 125، اجي على السيستم اللي انا رسمته بالكي سي الجديدة دوت اشوف ال 125 دي موجودة فين. وافكرك بقى في المحاضرة بتاعت امبارح اديتك حاجة اسمها 10 ماينس 1 ابروكسيميشن عشان الحتة ديت بالذات. يبقى بتقول والله ال 125 ديت ناقص 125 مثلا احولها الى ريديان وابص كده على الفانكشن بتاعتي بتساوي 10 ماينس 1 كذا او ناقص 10 ماينس كذا او زائد 10 ماينس 1 كذا، نقطه التقاطع هتبقى موجوده في الحته الفلانيه، يبقى اشوف الاوميجا على الاوميجا اقل من واحد ولا اكتر من واحد، اشوف اني ابروكسيميشن اللي استعمله واحدد منه الكروس اوفر اللي هيحصل عنده هذه الانجل. وهنشوف مع بعض بعد شويه الاكزامبل يبينها ازاي.
يبقى حددت الاوميجا اللي هيحصل عندها هذه الانجل، يبقى دي على طول احدد منها البيتا عند هذه الاوميجا، احدد الريدكشن لان هو ده اللي هيحصل عند كروس اوفر، يبقى ده عندي جين بواحد. اشوف عند الاوميجا دي اطلع على السيستم الاصلي واشوف الجين كان قد ايه، هينزل لواحد يبقى يحدد لي قيمه البيتا. وعندي الاوميجا موجوده واخد بالك، ده الكروس اوفر، يبقى الزيرو قبلها ب1 ديكيد عشان الاضافه بتاعت اللاج عند الكروس اوفر دوت ما تضيفش اكتر من 5 درجات اللي انا حطيتهم في الاستيميشن اللي هو بتاع الفيز مارجن بتاعي. يبقى بضيف الزيرو من العشر الى النص على حسب الزوايا شكلها ايه او القيم شكلها ايه. وبعدين احدد بعد كده عرفت البيتا وعرفت التاو، اقدر احدد الترانسفير فانكشن ديت وعارف الكي سي، واقدر اجيب الترانسفير فانكشن بتاعه اللاج. بص على الاكزامبل تاني، الاكزامبل 1 على 1 الاس زائد 2، 1 على اس زائد في اس زائد 2 هنا اهوت، وعايز برضو ال 5% ايرور او اقل، وعايز ال 45 درجه. ال 5% ايرور احققها عن طريق ان الكي بتاعتي او الكي سي تبقى 40 زي ما اتفقنا في الاكزامبل اللي قبل كده بتاع الليد. يبقى الفانكشن بتاعتي باستعمال الكي سي بس 40 على اس زائد اس زائد 2، واروح ارسمها اهو، ادي البوت دياجرام وادي الفيز بتاعي. اما اجي نقطة عند النقطة الزيرو دوت اللي هي بتتقطع عند 6.5 مثلا ريديان بالسكند، احسب الاقي ان الانجل بتاعتي ناقص مثلا كام؟ 6.5 يطلع لك 180 كده ولا حاجة، مش عند 6.5 دوت، قرب ال 180، يعني الفيز مارجن بتاعك مفيش. يبقى انا محتاج ان احط، وقلت لك اعمل ديزاين للفيز لاج. زي ما شايف المساله ممكن احلها فيز ليد او فيز لاج. انا بطلب منك ايه؟ هو ده اللي بتنفذه. واخد بالك؟ بقول لك استعمل الفيز لاج او استعمل الفيز ليد، يبقى اللي بطلبه منك انت بتنفذه. فبقول لك استعمل الفيز لاج. طيب الفيز لاج اجيبها ازاي؟ اشوف ال 45 درجه الفيز مارجن اللي انا عايزه. واضيف عليه من 5 درجات الى زي ما قلت لك 12، ضاف عليه هو 5 درجات اللي هو بقت 50. طيب ال 50 لو انا عايز فيز مارجن 50 يبقى بقيه الانجل كام؟ ناقص 130، يبقى عند الانجل ناقص 130 لما اضيف عليها 180 تديني 50. دي بتحصل فين؟ بتحصل عند الفريكونسي 1.7. جبت منين الفريكونسي 1.7؟ من الرسم. طب افرض انا مش حاسم الرسم ده اكيوريت، او مش تحت ايدي الماتلاب عشان يرسم الرسمه دي اكوريت، فاعمل ايه؟ يبقى اروح استعمل التان ماينس 1 ابروكسيميشن. ايه التان ماينس 1 ابروكسيميشن بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الانجل بتاعه الفانكشن دي تساوي ناقص 90 درجه ناقص تان ماينس 1 دكتور اوميجا على 2. دي واحده اخلص الحاجه ديت وهفتح مجال الاسئله. حاضر. الانجل بتاعه المقام دي ناقص 90 درجه وبعدين ناقص تان ماينس 1 اوميجا على 2، ده يساوي الانجل فيز. انا عايز الانجل يبقى ناقص 130، احولها الى راديان يبقى ناقص 130 على 180 في باي تساوي ناقص باي باي 2 اللي هي ال 90 درجه بالراديان ناقص 10 ماينس 1 اوميجا على 2. طيب انا بفترض ان هو في الرسمه ديت ان الكروس اوفر او الانجل هيحصل عندها ال 130 ديت هتكون واقعه في المنطقه مثلا قبل الاثنين. يبقى لما تبقى الاوميجا قبل اقل من الاثنين تبقى اوميجا على 2 اقل من 1، واستعمل التان ماينس 1 بتاع الاوميجا على او اللي هو اوميجا على 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 2 اللي هي اقل من 1، تبقى ناقص اوميجا على 2. يبقى ناقص باي باي 2 ناقص اوميجا على 2 يساوي مش عارف 130 درجه في باي على 180، واحدد منها الاوميجا ثم تطلع لي حوالي ال 1.7. عرفت الاوميجا 1.7، يبقى ده وانا كنت فرضها انها اقل من 2 يبقى كلام مظبوط. افرض لما حسبتها طلعت اكتر من 2 يبقى لا، يبقى ارجع تاني احسبها على اساس ان الاوميجا بتاعتي اعلى من الاثنين، يبقى فيها باي باي 2 ناقص 2 على اوميجا، ده التان ماينس 1 ابروكسيميشن اللي موجود عندك. او ممكن تستعمل في الفانكشن البسيطه ديت ممكن تستعمل حاسب ضرب الزوايا بتاع ده
ان الانجل بتاعتك او الاوميجا بتيجي من مش عارف 8-1 واحد على واحد زي 8-1 انجل ناقص 8-1 انجل اللي هي في قانون بتاع التان. لكن لما في عندك فانكشن فيها اكتر من 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 تيرن او فيها سكند اوردر او اي حاجه يبقى جايز 8-1 ابوكسيشن يبقى هو ده الحاجه الانسب انك تستعملها. بس بحسب منها الفريكوانسي ده اللي هو 1.7 من 10. يبقى ده مكان الكروس اوفر الجديد عشان يحقق لي ان الانجل 130 ناقص 130 ويبقى الفيز مارجن بتاعي 50 درجه. يبقى بس اما بستعمل اللاج هخلي الكروس اوفر يحصل عند ال 1.7 من 10. طيب اذا كان ده الاوميجا سي 1.7 من 10، الزيرو بتاعي لازم يبعد عن 1.7 من 10 دوت 1 ديكيد او 1 اوكتيف، يبقى اخد نصها ده ال 1 اوكتيف، او اخد عشرها يبقى ده ال 1 ديكيد. يبقى ال 1.7 من 10 لما اخد عشرها تبقى 0.17. يبقى لما اجي ان هوت ادي النتيجه مثلا لما اساس الزيرو بتاعي يبقى 0.17 يبقى مقلوب الواحد على زد يديني ال 5.88 اهي 1.7 اهي ده مكان الزيرو. وبرضه هنا اهوت ال 1.7 من 10 ديت ده هيحصل عندها ان الكيرف يقطع هنا اهوت البودجرام الجديد هيقطع هنا اهوت، اصبح الجين نزل من القيمه دي الى القيمه ديت، نزل حوالي 20 ديسيبل. 20 ديسيبل يعني يكافئ مثلا شوف 20 لوج حاجه، يبقى البيتا بتاعتي ب 10. يبقى حددت قيمه البيتا اللي هو الريدكشن عند الايه النقطه التقاطع ديت. يبقى عرفت البيتا وعرفت ال 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 التاو، اقدر احدد التاو هنا اهوت واحدد البيتا تاو هنا اهوت، وادي الجين اللي انت جبته اللي هو رفعت بيه غيرت بيه السنسيت ايرور بتاعك، واصبح دي الترانسفير فانكشن بتاعه اللاج. بص على البوت ديجرام عشان يشرح الكلام ده احسن. ده الانكمبنسيتد باستعمال الجين 40، وزي ما قلت لك عند الفريكونسي دوت طلع لي ان ال ال الفيز مارجن بتاعك ما هوش ما فيش فيز مارجن تقريبا، تاخد بالك تقريبا. عشان كده راح خد ال 45 وضاف عليهم خمس درجات وطلع انها 50 درجه. 50 درجه تتحقق فين؟ تتحقق عند نقطه تقاطع جديده عند الزيرو اللي هو دوت، واخد بالك عند الزيرو دوت. يبقى ده زيرو كروسنج، انا اسف الاولاني كان بيطلع ان هو عند زيرو كروسنج، فكان بيطلع لي نقطة الفيز مارجن معدوم شبه معدوم. خدت ال 45 وضفت عليه خمس درجات فطلع لي ان عند الاوميجا سي 1.7 من 10. فالكيرف دوت هينزل عند الموازي له ان هو تقطع ان هو عند 1.7 من 10. قد ايه نزل؟ نزل 20 ديسيبل، يبقى ده مدار ال 20 لوج بيتا، يبقى البيتا بتاعتي ب 10، حددت البيتا. وبعدين النقطه ديت ابعد عنها الزيرو بتاعت اللاج العشر او النص، النص على الاقل الى العشر. ليه؟ عشان ما الاضافه بتاعت اللاج عند النقطه دي ما تبقاش ما تزيدش عن 4-5 درجات اللي انا ضفتهم في الاستيميشن بتاعي. يبقى حددت الزيرو 1/10 من القيمه ديت، وبعدين وعارف البيتا وما اقدر احدد 1/بيتا تاو اللي هو مكان البول. يبقى اللاج بتاعي هيجي ان هو ينزل من 1/بيتا تاو، ينزل باسلوب ناقص 1 على الناقص 1 اللي كان موجود، يبقى ينزل باسلوب ناقص 2، وبعدين يجي عند الزيرو يرجع تاني السلوب زي ما هو بالقيمه ناقص 1، وبعدين يرجع يكمل تاني لبقيه الكيرف. وادي شكل الانجل باستعمال اللاج. اللاج زود الانجل هنا باللاج، لكن جه عند النقطه اللي عندها الكروس اوفر بتاعتك وحتى ان هنا التاثير بتاع اللاج مينيمم حوالي 4-5 درجات بالكتير اللي انت ضفتهم في الاستيميشن بتاعك. فده هنا هو يحدد لك الديزاين بتاع اللاج. طب شكله تاثيره على التايم ريسبونس ايه؟ ده الانكمبنسيتد من غير الكي. الاحمر دوت بالكي اللي هو يبقى اوسيلاتوري والايرور بتاعك اقل لكن الاوفر شوت عالي. وبعدين اللاج كومبنسيتور بص اللاج كومبنسيتور عمل ايه بقى دلوقتي؟ اللاج كومبنسيتور خلى الكروس اوفر من هنا نقلله. لما قلل الكروس اوفر اصبح الاوميجا سي اقل، واصبح الباند ويث بتاعك اقل، اصبح الرايز تايم بتاعك اكبر.
وبالك هتلاقي الرايز تايم بتاعك بهذا المنظر للكمبوزيتور، بينما الليد كومبوزيتور كان اسرع. انت الامكانيات بتاعت الراجل الديزاينر دوت في المصنع ولا في المكان اللي هو بيشتغل فيه عايز يضيف كومبوزيتور على حسب ايه الحاجات المتاحه له، ممكن يحط اللاج او يحط الليد، بس ده له مزايا معينه وده له مزايا تانية، وممكن يبقى فيه اختلاف في الايه في الراي. طيب ده الديزاين باستعمال الفريكوانسي ريسبونس. في ديزاين تاني باستعمال الروت لوكس، زي ما قلت لك باستعمال الروت لوكس هو ده اللي انا مش هطلبه منك سواء للليد او لللاج. فاللي هبعته الاستاذ اللي هبعتها هشيل منها الجزء بتاع الروت لوكس ووقف على كده من ناحيه الايه الديزاين. طيب يبقى انت مطلوب منك، عشان اعيد الكلام تاني، مطلوب منك الديزاين بتاع الليد ومطلوب منك الديزاين بتاع اللاج يا محمد. يعني يا محمد والمستمع يردش عليا. ايوه اوكي. يبقى الديزاين بتاع الليد واللاج باستعمال البوت دياجرام او الفريكوانسي ريسبونس، واخد بالك، مش باستعمال الروت لوكس، وانا ما اتكلمتش عن الروت لوكس دلوقتي خالص. يبقى انا بتكلم دلوقتي على الفريكوانسي ريسبونس، الديزاين بتاع اللاج والليد، وازاي تختار الكي سي اللي هو الجين، واخد بالك، لو انت عايز تحسن الاستيت ايرور بتاعك. طيب كان في واحده من زملاتكم عندها سؤال، قلت لها استني شويه لما اخلص وهرجع لك تاني. ف ايه هو السؤال بتاعها؟ المهندسه اللي كان عندها سؤال دلوقتي. ممكن النت فصل عندها دكتور ولا حاجه؟ نعم، ممكن النت فصل عندها. طيب اي حد عنده اي سؤال تاني؟ ده زي ما قلت لك ده هيقفل المحاضره، وهبلغ على كده. اتفقتوا مع المهندس احمد هيثم هيديكوا سيكشن اضافي امتى تاني؟ هيدينا، هناخد سيكشن في الكليه وهناخد سيكشن تاني اونلاين يوم الخميس بالليل ان شاء الله. يعني الاربعاء والخميس بتاع الاربع، انا هحاول احضر شويه 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 من السكاشن ديت، وخبالك عشان اتابع معاكم، لان بس عندي اجتماع يوم الاربع، عندي اجتماعين الحقيقه، واحد الصبح وواحد بعد الظهر، فهحاول ان انا احضر على قد ما اقدر، لكن الخميس هحاول برضو ان انا اكون موجود معاكم اونلاين عشان نشوف الحكايه. وانا قايل له يشرح مسائل الديزاين بتاعت اللاج والليد، وخبالك وانت مطلوب منك اللاج والليد، ويعني مش عايز اي لخبطه في هذا الكلام، وبالك عشان ما حدش يقول محمد قال ولا الدكتور قال، لا. يبقى انت مطلوب منك الديزاين بتاع اللاج وبتاع الديزاين بتاع الليد، واللي مطلوبه منك في السؤال هو اللي مطلوب منك انك تعمله. بقول لك اعمل الديزاين بتاع الليد، اعمل بتاع الليد، اعمل بتاع اللاج، تعمل بتاع اللاج. يعني ما تنقيش انت، لان ممكن قوي بلانت يحصل لها كنترول باستعمال الليد وتتحسن البرفورمانس بتاعها، لكن باللاج ما ينفعش. او العكس صحيح. هنا في الاكزامبل اللي احنا عرضناه الاثنين شغالين معاه، لكن برضو التايم ريسبونس بتاعهم مختلف شويه. اتفقنا؟ طيب ارجع تاني. اتفقنا يا دكتور. قبل ما اقفل المحاضره، في اي سؤال؟ لو سمعت يا دكتور، هو انا اعرف منين ان اللاج او الليد اللي هينفع؟ ما انا ما اتكلمش عن الحكايه ديت، واخد بالك؟ لكن انت بالمواصفات اللي موجوده عندك، السبيسيفيكيشنز اللي مطلوبه منك، تقدر تقول والله الليد انفع او اللاج انفع. ولو انت يعني المهندس اللي عنده خبره، واخد بالك، هيعرف ينقي من بسهوله. لكن بالنسبه ليك انت، ممكن هتجرب واحد ما ينفعش تجرب الثاني، لكن في الامتحان مش هجيب لك مش هحطك في المأزق دوت، لا. في السؤال هقول لك اعمل ديزاين للاج او اعمل ديزاين لليد، انا هطلب منك على طول نوعيه الكومبنسيتور. تمام، شكرا دكتور، شكرا. دكتور لو سمحت، اتفضل. هو احنا ينفع نعرف جزء حضرتك هيبقى كام سؤال او بكام درجه او كده؟ هتلاقي ورقه الاسئله عليها توزيع الدرجات. تمام يا دكتور. دكتور بعد اذن حضرتك، اتفضل. ممكن نسال حاجه في الشيت اللي هي الحته المعدله دي؟
اللي هي اتصححت بعد ما السكشن اتعمل يعني. اللي هي الشيت الاولاني خالص، شيت 6 مش كده؟ أيوة. ولا ايه؟ اتفضل. شيت 6. كان في تاني بس انا مش تحديد الشيت دلوقتي او ان هي طب خلينا اشوف الشيت اطلعه اذا كنت اقدر اعرضه عشان ابقى فاهم بتتكلم على ايه بالظبط. خليك معايا. تمام. ده الشيت معروض قدامك اهو دلوقتي يا باشمهندس. ايه السؤال بتاعك في ايه؟ سامعاني؟ المهندسة كانت بتسأل دلوقتي. ايوه سوري انا كنت بتكلم بس انا كنت قافله المايك، انا اسف. تاني سؤال بقى كان برضو نفس رأس السؤال ده. بعدين بقى عشان اجيب الستيدي ستيت كان جي اوف زيرو على واحد زائد جي اوف زيرو. اوكي. فهو في تاني سؤال كان مثلا لو هي بعشرة، يعني ثانية معلش انا محرك تجيبها اهي، مثلا اول حاجة اللي هي جي وان، اول واحد ايضا. هي ايوه هي بعشرة، فبعدين مثلا عملتها على عشرة يعني 10 على 11، مفيش حاجة تحت في الستيدي ستيت في التايم دومين بتبقى آخرها 10 على 11 مثلا، يعني هو دايما 10 و1، هل التايم دومين ده بتاع الجي ولا بتاع الترانسفير فانكشن يعني كلها أسد. في الانبوت؟ لا 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 ده هو انا قايل لك، بص قال لي يونت ستيب ريسبونس اوف 6 كلوزد لوب، كلوزد لوب يبقى بالفيدباك. ف التايم ريسبونس عندك بيوصل لواحد مثلا 10 على 11 يا باشمهندسه، يعني قرب الواحد، يعني هو هيوصل لقيمه يعني 9 مثلا بوينت 9 ولا حاجه كده. الواحد ملوش يعني كده السيدي ستيت بتاعه يعني 1 على 1، الواحد اللي هي بنص يعني ملوش بقى حاجة هنا، يعني مفيش ولا حاجة مثلا بتأخرها نص، يعني هو يا 10 يا 1. معلش فين كده بس فين فين اتلخبطت فين لأن احنا فين كنا عندنا نفس الشيء، فين 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 الواحد يعني اللي مثلا ما هنا فهمتش؟ ايه هنا مثلا في جي تو، ايوه هي جي تو ايوه بقت بواحد، اوكي يعني جي اوف زيرو بواحد، اوكي فانا بقى متوقع ان تحت الاقي ستيدي ستيت بنص، والستيدي ستيت التانية قرب الواحد اللي هي بعشرة على 11، يعني ما لقيتش مثلا غير 10 و1، عشان كده بس اتلخبطت. فيش غير وحايد وعشرة مش كده؟ و10 ايوه واللي فيها التايم ديلي ديت. طب الباقي هنا كان كام؟ هو برضه فوق 10 و1، يعني كل ال جي اوف زيرو 10 و1 ما عدا اللي هي الرامب دي او اللي هي رقم 4. على اللي فيها الانتجريشن دي كلهم لا اما 10 لا اما 1. طب خليك لازم اقرا راس السؤال الاول تاني عشان السؤال دولي. سيكس ترانسفير فانكشنز اوكي.
دوت عباره عن الجي 1 جي 2 مش كده، مش الاوبن لوب. فبيديك هنا السي سي فاليو طب ممكن مثلا اعتبر ان التايم دومين ده مرسوم برضك للجي اوف اتش ولا؟ طيب خليني ابص عليها واخد بالك، اتاكد منها الاول واخد بالك وارد عليكي. حاضر. النهارده ايه؟ النهارده الاثنين في السكشن. انت الفصل اسمك ايه؟ صوفيا سكشن 1 اللي هو بتاع 19. صوفيا ايوه سيكشن 1 للساعة كام؟ الساعة 10؟ أيوه. طيب يبقى أكلم المهندس أحمد هو اللي بيشتغل معاكم. مش كده؟ أيوه. هبص عليها يا صوفيا، وهخلي المهندس أحمد هيثم أو المهندس تاني اسمه أحمد، مش عارف اسمه أحمد إيه الحقيقة، فخليه يشرحها لكم. حاضر. أو يوضحها. شوف الدنيا ماشيه ازاي فيها. دكتور ممكن اقول حاجه معلش؟ اتفضل. هو ممكن عشان احنا في السكشن مش بنلحق نحل كل المسائل، ممكن يعني على الاقل شده وبتاع نايكوست يبقى مثلا ليه يعني ينزل له موديل انسر، لان احنا مش لاحقين نعمله كله في ال. اي ينزلوا لكم موديل انسر، وما كانش موديل انسر المهندس احمد هيثم بيشرح لكم اونلاين، فبتعملوا ريكوردنج للحاجه. اقصد بس عشان يعني احنا بيبقى الشيء مثلا في كذا مساله، واحنا مثلا كان لازم نركز على كم يعني حاجات معينه مش كله، وما نحش نعمل كله. هو هيحل المسائل كلها. طيب انا برضو هطلب منهم ان ينزلوا لكم موديل انسر على الـ على الـ على التيمز في. حاضر. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. لا في اي سؤال تاني يا شباب؟ ان شاء الله جود لك، وشد حيلك. الامتحان بسيط وسهل، بس محتاج منك ان انت تبقى يعني ما تسمعش كلام محمد يقول لك الدكتور قال مش عارف ليه لا واللاج ولا العكس ولا اي حاجه. لا، اللي انا قلته انت ملتزم بيه. اوكي بجد يا دكتور، يعني بس حضرتك ما قلتش حاجه غلط ولا حاجه يعني. ليلته علينا يوم ونص بس. لا معلش، انا في حصل لخبطه في الكلام. مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ لا انا محمد كنت بقول لحضرتك، انا كنت بسال حضرتك هل ده معناه ولا لا. انا لا مش عارف شمال حاجه يدوب عيني. انت قلت ستيتمنت غلط يا محمد، وخطيره في نفس الوقت، ان انت بتقول انت قلت في المحاضره كده. انا ما قلتش كده ابدا في المحاضره. مش ممكن اكون قلت كده؟ ازاي اشرح لك اللاج والليد في المحاضره وانا بقول لك ان اللاج مش هيجي في الامتحان؟ ازاي مثلا؟ ازاي الكلام ده يحصل؟ لا انا فهمت حضرتك، بس كنت بتتكلم عن الليد ساعتها فانا فهمت غلط يعني. مفيش انا بعتذر. لا مش كده. انا لا مش انا انا مش قلقان عشان انت مثلا غلطت غصب عنك ولا بتاع. لا شو ده اللي مضايقني ان الصوره راحت لزمايلك ان في حاجه مش مظبوطه. لا عشان كده انا بركز عليها مره ثانيه. انت مطالب بالليد وباللايك الاثنين مع بعض، للكل هو واخد بالك ان الديزاين بتاعك ممكن اطلب يكون عندك مسالتين، واحده ليد واحده لايك. طب دكتور يعني ان شاء الله الفاينل هيجي بسيط، عشان بس احنا ما عرفناش. نعم عشان احنا بس ما عرفناش نغير معدل الفاينل في الجدول، فهو لسه ليلته يوم ونص بس. ان شاء الله الفاينل هل هيجي كويس؟ الصوت بيقطع. انا ما سمعتش السؤال بتاعك او ما سمعتش الكلام بتاعك يا دكتور. بتقول لحضرتك ان شاء الله. خليني اسمع يعني واحد بس اللي كده. الله يخليك. طب كده الصوت بيقطع؟ لا كده ان الفاينل ان شاء الله
هيجي بسيط، بس عشان احنا ما عرفناش نغير ميعاد الجدول، ولسه برضو الفاينل ليلته يوم ونص بس. فالموضوع ده قلقنا جدا احنا، يعني هو برضو ليلته يوم ونص وكنترول يعني ما شاء الله يعني مليانة. فهل ان شاء الله هيجي بسيط؟ انا من قبل ما تتكلمي انت قلت لكم الامتحان بسيط وسهل، و اللي عايزه منك انت لو بتحضر المحاضرات معايا وبتحضر السكاشن بتاعتك بانتظام واخبارك، يبقى ان شاء الله هتعمل نتيجه كويسه واخبارك. و يعني اللي عايز اللي بيتكلم معايا برضو صوفيا ولا حد تاني؟ صوفيا. اي يا صوفيا، خدي الامور ابسط مما تتصوري، يعني ما تبقاش انت معقده الدنيا ومكركبه الدنيا وتبقي كل حاجه بتاخديها ان ده معقده. لا، الامور ابسط من كده بكتير. خدي بساطي على نفسك فالامور هتمشي كويس ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا دكتور، تعبنا حضرتك جدا. شكرا. لا ما فيش اي تعب ولا اي حاجه. دكتور طب معلش ممكن سؤال؟ اتفضل. هو حضرتك بعتنا السلايدز؟ انا يعني طب واحد واحد يا جماعه. تمام، بقول لحضرتك وحضرتك هتبعت لنا السلايدز؟ هبعت السلايدز ايوه، هحاول اعملها ابلودنج النهارده او بكره بكتير ان شاء الله. يا ريت يا دكتور، عشان بس قبل الامتحان يوم ونص فنلحق نبص عليها من دلوقتي. بس انا في النقطه ديت براعي اوي الحاجه دي. حاضر. تمام شكرا يا دكتور. دكتور معلش ممكن سؤال؟ اتفضل. في حاجات مثلا نركز عليها اكتر شويه او حاجه يعني؟ بص بص يا مين معايا؟ عمر. يا عمر، يا عمر، لما اديك كورس مثلا في جمع وطرح وبعدين بجيب لك مساله في الاخر محتاجه جمع وطرح، اقول لك ركز على الجزء بتاع المساله مثلا تحسب ارباح ولا بتاع من غير ما تبقى عارف الجمع والطرح. لا طبعا الحاجه مرتبطه ببعضها على طول واخبالك. فيعني ما فيش حاجه اسمها تركز. انت لو فاهم فاهم الماده واخبالك، هتلاقي ان كل حاجه بتكمل بعضها. يعني انا مش بدي حاجه منفصله عن اللي ده مثلا زمايل الاخرين، مثلا يعني الدكتور احمد ياقوت ولا الدكتور وليد واخبالك. لما اتكلم معاك انا دخلت ربطت الحاجات مع بعضها. اول محاضره ربطت الحاجات مع بعض عشان واقصد ان انا اعمل العمليه دي بالذات، وعامل محاضره مخصوص على هذا الكلام علشان ابين لك ان لا، الحاجات مرتبطه ببعضها، ما هياش حاجات جزر كده منفصله عن بعضها. لا ايوه تمام فهمت قصدك. لكن لا, لا لكن الفكره نفسها ان كل واحد بيديك جزئيه معينه، جهاز الابروش بتاعه مختلف شويه، جهاز الشرح بتاعه مختلف شويه واخبالك، لكن غالبا كلهم برضو بيفولوا نفس الطريقه بتاعتي، لان كلهم كانوا يعني في يعني في يوم ما كانوا هم بيقعدوا قدامي في المحاضره واخبالك، كلهم متبعين نفس النظام بتاعي وعارفين النظام بتاعي كويس. فاللي عايز اقوله بالظبط ان الحاجات مرتبطه ببعضها. مش هقدر اقول لك يعني ممكن هتلاقي السؤال فيه يعني اكتر من المطلوب. ما اقدرش اقول لك مثلا، ما اقدرش اقول لك اعرف الفيز مارجن، ما تعرفش الجين مارجن، ما اقدرش اقول لك كده، لان ممكن اطلب الفيز مارجن واطلب الجين مارجن واطلب الفريكونسي اللي يحصل عنده التقاطع مع الجين مثلا بواحد، ولا الفريكونسي اللي تقاطع عند الانجل 180 درجه مثلا عشان تحدد الفيز مارجن. الحاجات كلها مرتبطه ببعضها. فما اقدرش اقول لك ركز على دي ولا ما تركزش على دي، لان وانت بتحل حتى لو انا بطلب افرض مثلا بطلب حاجه منك، هتلاقي نفسك محتاج انك تطلب تعمل الحاجه الثانيه اللي انا ما طلبتهاش منك، محتاج انك تحسبها عشان تكمل بقيه الحسابات بتاعتك. ما اقدرش اقول لك سيبها، ما اقدرش اقول لك سيبها. واخد بالك؟ تمام يا دكتور. بس المحتوى بتاعها تقيل شويه بصراحه يعني. لا بص 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 يعني انتوا دايما يعني الحمل دايما في، انا عارف في كليه الناس بيبقى تقيل. المادة تقيلة قوي بصراحة يعني احنا وكمان. لا مش تقيلة قوي، دكتور هو يعني. بعيدا عن ان المادة يعني صعبة، هو برضو الامتحان قبليه يوم ونص، فدي اصلا في حد ذاتها يعني عقبة كبيرة قوي بالنسبة لنا. ده كان موضوع كان المفروض انتم كطلبة كلكم مع بعضيكم او المندوب بتاعكم كان يروح لوكيل الكلية ويعرض المشكلة ديت. وانا دكتور بالفعل رحت قبل يعني كنت تاخد مثلا مادة انسانية. ايوه انا بالفعل رحت للدكتور محمد عبد الرحمن في
مرحله الامتحانات، بس هو قال لي ان هو الماده مش هينفع تتغير عشان ليها تعرضات في كل يعني اي يوم، عشان الماده دي مسجلها ناس اكبر مننا بكذا دفعه، يمكن في من الدفعه الاكبر مننا والدفعه الاكبر مننا وناس متاخره في تخلفات كمان، فبالتالي مش هينفع تتغير عشان بيبقى ليها تعرضات كتير قوي. فهم ما صدقوا لو قالها ميعاد ان هي ما لهاش تعرضات وحطوه فيها، فمش عارفين يغيروه. لكن ممكن حتى ترجع دكتور بص محمد بص يعني تساله، لا يعني هو يعني قال لي يعني نفس معلش، الموضوع ده. مع احترامي للناس كلها واخد بالك، اعتقد كان ممكن تتعمل مثلا اخر ماده هي بس آخر مادة عندنا يا دكتور. اخر، طب اخر ماده يبقى انت متضايق من ايه بقى؟ انت عندك وقت انك تروح تذاكرها لا ما هي آخر مادة بس قبلها يوم ونص. ده يوم ونص بس، والنص يوم طب بيروح. الماده اللي قبلها ايه هي؟ باور اصعب إلكترونيكس. اصعب باور الكترونكس. طب الماده اللي قبلهم ايه هي كمان؟ ترانسميشن لاينز. يعني طب على امال المواد البسيطه راحت فين؟ طيب حطوها في الأول. طب يبقى انت عندك وقت في الاول تذاكر كل حاجه. لا ما هو انا برضو عشان اذاكر كل حاجه وارجع افتكر كل ده في الامتحان، الموضوع بيبقى لود كبير قوي علينا يعني. بص وطبعا ده يعني اتفضل. احنا يعني المواد بتاعتنا بتاعت الهندسه بالذات مش محتاج انك تحفظ، انت محتاج ان انت تبراكتس وتطبق وتحل بايدك واخد بالك. فوانس ان انت عملت هذا البراكتس يبقى المراجعه بتاعتك ما تاخدش منك وقت كتير. فانت انا عشان كده طلبت من المعيدين ان يديك سكاشن اضافيه عشان يحل معاك الشيت بقدر الامكان، ويبقى قدامك الامور بتتحل ازاي. لكن انا اللي انصحك بيه ودي نصيحه يعني انا بحاول ان انا افيدك بيها بقدر الامكان، انت لابد ان بعد المعيد ما يحل روح لو سمحت، لو سمحت ما تقراش الحل، ما تقراش الحل كما انك بتقرا كتاب ولا بتقرا جريده ولا بتاع، لا روح طبق، حل بايدك، حل بايدك وطلع النتيجه اللي موجوده قدامك اللي طلعها المعيد. يعني ابسط ما فيها الاكزامبل اللي انا شرحته النهارده، لو سمحت روح حله بايدك مره ثانيه، ارسم البوت دياجرام. مش مساله زي بتاعت الليد او اللاج دي انا في رايي ما تاخدش منك اكتر من ربع ساعه الحل. لو انت عارف الاستبز على طول بنقي الكي سي عشان مش عارف تديني سيت ايرور قد كده، برسم البوت دياجرام، بحدد الفريكونسي، بعمل حل بايدك، براكتس الحل بنفسك بايدك، ما تتفرجش على حل وتقول انا محروق هروح الامتحان هعرف اعمل الخطوات ديت، لا. لانك انت وانت بتحل بايدك واخد بالك بتستطرق بعض المشاكل يبقى بتتغلب عليها في دلوقتي قبل ما يجي وقت الامتحان. يعني انا مبسوط من زميلتك صوفيا انها بصت على السؤال وحاولت انها تحل، فلقيت ان في حاجه مش موجوده او مش مظبوطه مثلا في الاشكال. هل في حاجه في السؤال غلط؟ ممكن. هل في حاجه في السؤال مختفيه وانا مش واخد بالي منها دلوقتي او انت مش واخد بالك منها؟ يبقى لما هنبص عليها دلوقتي ونكتشفها يبقى لو جالك حاجه مماثله في الامتحان يبقى مش هتلاقي صعوبه. وعشان كده بقول لك لما تحل بايدك وتبراكتس الحاجه ده هيريحك كتير جدا. لكن ما تعتمدش ابدا عن يعني انا بخش السكاشن واتفرج عليكم وانتوا بتكتبوا ورا المعيد، محدش بيكتب، كل واحد ماسك كاميرا وعمال يصور على اساس ان لما اروح البيت يبقى يبص على الصوره. الكلام ده غلط. خلاص انت حر، انت راجل يعني كبير دلوقتي وسنه ولا حاجه وتتخرج وتبقى مهندس كبير في البلد، لكن الاسلوب بتاعك ده ما يدلش على ان انت واخدها بجديه. لازم دكتور لكن اكمل كلامي بعد اذنك، لكن لو معايا ورقه وقلم وبكتب ورا المعيد ممكن وانا بكتب الاقي حاجه مش مظبوطه اساله فيها، لكن مجرد ما انا اسمع بس واصور خلاص انت بتحمل النتيجه بتاعتها. وبنقول الكلام ده وقت واخد بالك كتير بنتكلم معاه كتير معاكم فيه، لكن انتوا ليكوا طريقتكم في التعلم واخد بالك. انا في رايي حته التصوير ديت مش مجديه، مش مفيده ابدا، بالعكس دي مؤذيه. لانك انت لما بتصور بتركن بتقول انا مروح البيت هبقى اقراها، ما بيحصلش ان انت بتقراها وبتبقى فاهمها كويس او نتيجه تنفذها كويس. لكن على الاقل وانا بتابع المعيد خطوه بخطوه وبكتب وراه يبقى لو في حاجه بكتشفها غلط مخي شغال معاه ما اقدر اساله فيها. تفضل، ايه السؤال بتاع سيادتك؟ تفضل.
هو مش سؤال يعني يا دكتور، كنت واضح لحضرتك نقطة بس التصوير ده، هو احنا بس يعني بنخلي أغلب يعني مجهودنا في السكشن للتركيز، يعني أنا ممكن أفضل مركز مع الباشمهندس وهو بيشرح. صح كلامك مظبوط، أنت عايز تركز، بس صدقني والله أحسن طريقة للتركيز إن أنت تبقى عينك بتتابع وإيدك بتكتب اللي أنت تابعته وفهمته، لكن إن أنا أتابع بس بعينيا كده هوت، كلنا ما احنا بنبقى قاعدين مثلا بص الواحد سرح في أي حاجة ويعتمد بقى ان هو في الاخر هيصور، لكن طبعا زي ما بقول لك يعني كل شيء له طريقه، فانت ليك طريقتك ان انت تتعامل بيها بال او يعني بتاخد بيها المعلومه، فيعني اتساطي ما اقدرش اقول لك حاجه. الدكتور ممكن اسال سؤال؟ اه اتفضل. حضرتك في الامتحان تنصحنا نحل نبدا بترتيب ايه بالظبط في الاسئله وكل سؤال نحط له قد ايه وقت؟ بص شو انا يعني الاجزاء بتاعه الامتحان هتلاقي الاجزاء او الاسئله هيبقوا مثلا ثلاث اسئله كل واحد لنا سؤال، واخد بالك كل واحد له سؤال، تمام، وهتلاقي مثلا سؤال من اسئلتي مثلا جاي في السؤال الاولاني وبعدين جاي مثلا في السؤال الاخير، واخد بالك جاي في السؤال الاولاني دي لاني مثلا الدكتور احمد يقول هو اداكم مثلا تايم ريسبونس مثلا، واخد بالك، ولو انا بتكلم على حاجه فيها تايم ريسبونس مثلا ولا حاجه بحطها مع في السؤال الاولاني، لكن الفكره نفسها انت ابتدي بالترتيب 1 2 3، لو انت بتبص على نمره واحد في هتلاقي السؤال الاولاني مش سؤال واحد، هتلاقي مثلا A و B و C مثلا ثلاث اجزاء او ثلاث مسائل مختلفه، واخد بالك، ايه عارف تحلها حل وخلص نفسك بسرعه، بي فيها صعوبه مثلا ولا حاجه انقل على سي وبعدين خش على 2 وبعدين ارجع بقى في الاخر لو عندك وقت ارجع على الجزء اللي انت ما حلتوش، لكن النصيحه انا بتكلم على الاجزاء بتاعتي انا بقى، النصيحه ما تقوليش الخطوات تروح كتب الخطوات اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لا تضيع وقت في كتابة الخطوات عشان وتكتب لي في الاخر انا ما عنديش وقت، لا ما عندكش وقت اعمل ولو خطوه واحده تاخد عليها درجه، لكن لما تكتب لي لسته الخطوات وانت ما نفذتش حاجه بديك زيرو، انا عايز خطوات تتعمل، انا مش بمتحنك مش بسمع لك الخطوات ايه، لا انا بمتحنك ازاي تنفذ هذه الخطوات، بعدين زي ما بقول لك بالنسبة أنا بتكلم على الحاجة بتاعتي، أنا مش بحاجة مش ماليش دعوة، مش عايز أتكلم على حاجة زمايلي، بالنسبة لحاجتي أنا متأكد تماما إن اللي يعني الامتحان إيه مدته إيه 2 ساعة 3 أسئلة، السؤال بتاعي الكامل على بعضه سواء موجود في السؤال نمرة 3 ولا مسؤول نمرة 1 ولا في أي حتة، السؤال ده كله كامل على بعضه ما ياخدش أكثر من نص ساعة من الطالب المتوسط. أكمل كلامي بعد إذنك. الطالب المتوسط اللي هو راح عمل براكتس نفذ بإيده واشتغل بإيده، جايز بطيء شوية في الحسابات، جايز مش عارف بيتلخبط في حاجة معينة لكن بيقدر يستوعبها بعد شوية، لكن بدل نفذ بإيده السؤال الجزء بتاعي أنا مش هاخد منه من إيده أكتر من نص ساعة، وطبعا اي واحد من الزمايل بيراعي ان الوقت محدود، فابقى يعني دايما ما اقدرش اقول لك ما اقدرش احكم ياخد قد ايه، لكن انا عارف ان سواء الدكتور احمد ياقوت ولا الدكتور وليد عارفين ان السؤال بتاعهم برضه في حدود النص ساعه 3/4 ساعه مثلا، بس في الاخر عندك وقت انك تراجع، لكن شو انا بديك فكره حتى عن اسئلتي اهو، بقول لك السؤال بتاعي كامل على بعضه في اي جزء منه ما ياخدش اكتر من نص ساعه، مش مفروض ياخد منك اكتر من نص ساعه، يعني اسئله وعشان كده بقول لك ما تعقدش الامور على نفسك، اقرا السؤال وجاوب على قد السؤال ما مطلوب، يعني حضرتك اتفضل ماشي، يعني مثلا السؤال بتاع حضرتك جزئين هما جزئين على بعض يبقوا نص ساعه ماكسيمم، انت بتالف من عندك حاجه وتدي امبريشن لزمايلك ان هو جزئين، المثال اللي حضرتك ضربته المثال اللي حضرتك قلته انا بديك مثل، لكن ممكن السؤال بتاعي يبقى فيه 3 أجزاء 4 أجزاء وكل كل ما كثرت الاجزاء كل ما اصبح اسهل،
لان كل يبقى كل جزء هيتحل مثلا في 5 دقائق تاخد بالك. لكن الفكره نفسها السؤال كامل على بعضه بالاجزاء بتاعته كلها ما ياخدش اكتر من نص ساعه. اوكي يا بنو. طب يا دكتور تمام شكرا دكتور. ان شاء الله لو التزمنا بالشيت بتاع الجزء بتاع حضرتك والسلايدز ده يبقى كافي مش كده؟ لا ده اكتر من كافي كمان لو انت بس يا يوسف هرجع تاني اكرر الكلام بتاعي. لو سمحت لازم تبراكتس الحل بايدك. تمام. لازم تبراكتس الحل بايدك. ما تعتمدش ابدا ان انت هتقرا الحل وهتعرف تنفذه في الامتحان. لا. تمام يا دكتور. شكرا. دكتور معلش اتفضل. هو حضرتك يعني كنت قايل ان ممكن يعني سؤال من حد. انا فارس بتكلم. فارس اتفضل يا فارس. حضرتك قلت ان ممكن يعني يكون سؤال من جزء حضرتك موجود مثلا في جزء دكتور احمد يعود. لا يعني بقول لك انا بدي مثلا ممكن الدكتور احمد يعود مثلا بيتكلم على ترانسفير فانكشن خلاص. وفرض انا عايز اي حاجه خاصه بالترانسفير فانكشن مثلا بتاعه الكومبنسيت او اللي كنا بنتكلم عنه فجاز بدل ما احطها عندي احطها مع الدكتور احمد يعود وخلاص ويبقى يصححها هو ولا صححها انا اي حد يصححها مش هي المشكله. لكن انا قصدي حاجه في الترانسفير فانكشن اعيدها عندي واعيدها عنده هو ليه؟ واخد بالك انا بدي مثل يعني. لكن غالبا هتلاقي كل واحد برضه حاجته جوه السؤال بتاعه. تمام معلش ممكن طلب اخير من حضرتك بس يا دكتور. اتفضل يا فندم. هو ممكن بس حضرتك بس يعني انا وضحت لحضرتك فكره ان الامتحان قبل يوم ونص فممكن يعني حضرتك والدكاتره الدكتور احمد يعني والدكتور وليد يعني تراعوا ان المده اللي قبل الامتحان قليله يعني فالامتحان يعني يكون في تقدير بس للوقت اللي متساب قبل الماده. يا فارس انتوا كلكم بنعتبركم اولادنا او احفادنا كمان خلاص كده. اللي عايز اطمنكم عليه ما تقلقش ابدا مش عايز اي. وعشان كده بقول لك انت لو متوتر واخد بالك لو متوتر والامور في قدام عينيك مظلمه خالص هتبقى صعب. وعشان كده بقول لك لا استبشر خير دايما واخد بالك وان الحاجه في حدود الامكانيات بتاعتك لو انت بتحضر المحاضره وبتحضر السكاشن وبتبذل مجهود ولو حتى متوسط او اقل من المتوسط انك انت تحل بايدك. لازم تحل بايدك يعني ده النصيحه اللي انا بوجهها لاي واحد فيكم. لازم تاخد مساله او مسالتين او ثلاثه من الشيت تحلهم بايدك مش شرط يعني ما اديك مثلا 6-7 ترانسفير فانكشن بقول لك ارسم البوت دياجرام خد واحده وارسمها. وانا بطلب منك بلاش حتى ترسمها تسكيل بالظبط ممكن تعملها سكتش وتقارنها مع الحل بتاع المعيد. اقول لك اعمل ديزاين بتاع ليد كومبنسيتور يعمل كذا واعمل ديزاين بتاع ليد كومبنسيتور مواصفاته كذا والتاني 3-4 مسائل خد واحده منهم ونفذها. واخد بالك؟ تمام يعني يبقى دي المذاكره الصح ده الاستعداد الصح للامتحان. بالك سمعت الملحوظات بتاعتنا في المحاضرات في السكاشن تحت ايدك الحلول الايديال ناقص عليك حاجه واحده بس ان انت لازم تشتغل بايدك. لان ان انا كده اتفرج كده على الحلول كده واقول انا فاهم واجي ساعه الامتحان افاجئ بحاجه انا مش عارف اعملها الدنيا هتضلم في وشك. وانا مش عايز كده. انا عايز دايما اي حاجه فيها صعوبه تبان دلوقتي احسن ما تبان ساعه الامتحان. تمام يا دكتور شكرا جدا لزوا حضرتك. لا لا طيب في اي اسئله ثانيه يا جماعه؟ يلا ان شاء الله ربنا يوفقكم ونشوفكم على خير باذن الله. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. نعم.